أو أو خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام يشرفنا طبعا الأخوات الكريمات، مرحبا، يشرفنا التواجد معكم في هذا اليوم في إطار هذه الحملة الانتخابية وهذه المناسبة. نشكركم على تفاعلكم مع حملة حزب العدالة والتنمية بدائرة طنجة أصيلة التي تضم مدينتين وجماعة حضرية اللي هي تنايا طبعا وجماعة القروية المحيطة، التي نفتخر بأن هذه الدائرة قد صوتت بكثافة على لائحة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات السابقة. فلا بد أولا من أن نشكركم على تفاعلكم في 25 نوفمبر 2011 والثقة الغالية التي منحتمونا إليها عندما كان الدكتور محمد نجيب بوليف الأخ الحبيب كان هو وكيل لائحة، وشرفت بأن أكون معه في هذه اللائحة إضافة إلى الإخوة الآخر الذين تعرفونهم جميعا. فبهذه المناسبة في توطئة كلامي أود أن نشكركم على الثقة الغالية التي منحتمونا إياها، ونشكركم الآن على تواصلكم وعلى استجابتكم لهذه الدعوة الكريمة وعلى تفاعلكم مع هذه الحملة. كما أود أن أشكر صاحب البيت جزاه الله عنا كل خير على فتح المجال لنا من أجل الاجتماع مع هذه الوجوه الطيبة النيرة، التي نرجو الله أن يدوم تواصلنا معهم وعلاقتنا بهم لخدمة هذا الوطن بجميع مستوياته وعلى جميع محاوره. كما أشكر أيضا كتاب المحلية للحزب بهذه الجماعة التي ما فتئت تشتغل على طول السنة من أجل هيكلة نفسها، من أجل التواصل مع المواطنين طبعا إسوة بباقي مناطق الدائرة وباقي مناطق المغرب. وكما تعلمون جميعا حزب العدالة والتنمية هو في تواصل مستمر دائم على طول السنة مع المواطنين في منتديات مختلفة، في لقاءات في مقراته المفتوحة في جميع المناطق. فهو في الحقيقة يستغل هذه المناسبة من أجل مزيد من التواصل، من أجل ترسيخ التواصل والتواصل المباشر مع المواطنين. وتركت الشكر الأخير ليس أخيرا وإنما لأميزه، شكر للأستاذ الدكتور ديالنا محمد نجيب بوليف الذي كان وكيلا للائحة المصباح لمدة 3 ولايات، والآن شرف مدينة طنجة وشرف دائرة طنجة أصيلة، وسيشرف المغرب إن شاء الله في منصبه الذي يعد من أكبر المناصب، من أخطر المناصب ديال المسؤولية نظرا لحساسية الملفات التي يباشرها. ونحن لنا فيه الثقة الكاملة بأنه سيساهم بجد وسيساهم بفعالية في حل الإشكالات الكبرى التي يعاني بها المغرب على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى التدبير المالي العمومي وعلى مستوى الحكامة والتدبير العمومي بشكل عام. فنرحب به جميعا وباسمكم نرحب به ونحييه على تواجده. وفي الحقيقة هذه هي قوة حزب العدالة والتنمية، قوته هو تواصله الدائم مع الشعب على جميع المستويات. عندما كنا في المعارضة كنا نتواصل كبرلمانيين، وكان السي نجيب بوليف يتواصل دائما بصفته البرلمانية وبصفته أيضا مستشار جماعي وبجميع الصفات. والآن عندما أصبح مسؤولا حكوميا أبى إلا أن يحضر بنفسه لمؤازرة لائحة المصباح في دائرة طنجة أصيلة دائرته الأصلية كمسؤول، أولا مسؤول حزبي وكقيادي داخل الحزب وكعضو الأمانة العامة، حتى يتواصل مع المواطنين بشكل مباشر ويدعم إخوانه وأخواته في هذه الدائرة التي تعلمون جميعا حيثيات إسقاط لائحة العدالة والتنمية من طرف طعن تقدم به الأصالة والمعاصرة بعدما انهزم أمام العمق الشعبي وأمام مشروع العدالة والتنمية وأمام الثقة الشعبية التي كانت للعدالة والتنمية كما قلت في انتخابات الأخيرة 25 نوفمبر 2011. فبهذه المناسبة أنا لن أطيل عليكم لأني متشوق معكم للاستماع إلى مداخلة الدكتور محمد نجيب بوليف بما يحمله من زخم سياسي ومن تجربة سياسية ومن تجربة علمية ومن تجربة ميدانية في تدبير الشأن العام، وبما يحمله أيضا من حرقة ومن حسرة على المشاكل الكبرى التي يعاني منها البلد، وبما يحمله من طموح
لإصلاح الأوضاع على المستوى المحلي، على المستوى الجهوي، ثم على المستوى الوطني إن شاء الله. فباسمكم جميعا نرحب الدكتور ديالنا السي محمد نجيب بوليف، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لمزيد من التألق وأن يلهمه الصبر في عمله، لأن ملفات التي يباشرها من أخطر الملفات على مستوى التدبير الحكومي، وأن يوفقه من أجل فعالية التدبير العمومي والتدبير الحكومي إن شاء الله. فالإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السياق السياسي الذي نعيشه الآن تعرفونه جميعا. هذه الحملة الانتخابية تتعلق بانتخابات شرعية جزئية بعد الإطاحة بلائحة العدالة والتنمية فقط، بسبب صورة قيل أن فيها صومعة، وأنا متأكد بأن الجميع لم يصوت على الصومعة، لا أحد صوت على العدالة والتنمية بسبب صومعة، بل بالعكس الأغلبية الساحقة لم تنتبه أصلا إلى هذه الصورة، وحتى من انتبه إليها وجدها أنها عادية وجزء من مشهد المدينة. وهذا ناقشنا حين في ندوات صحفية، في ندوات علمية، في مناقشة حضرة أساتذة القانون الدستوري، في مجموعة من المقالات لا داعي بنا إلى الرجوع إليها، فقط للتذكير بالسياق السياسي. الآن حزب العدالة والتنمية لائحة المصباح في دائرة طنجة أصيلة تدخل معكم في هذا الرهان وفي هذا التحدي، رهان إنجاح مشروع العدالة والتنمية، مشروع المرجعية العدالة والتنمية، مشروع البناء الديمقراطي الذي تنهجه أو تطمح إليه العدالة والتنمية، مشروع البناء الاقتصادي والبناء الاجتماعي للدولة الذي الآن هو متضمن في البرنامج الحكومي الذي يستلهم محاوره الأساسية من البرنامج الانتخابي للحزب. عندما دخلنا انتخابات شرعية 25 نوفمبر 2011 كان لنا برنامج انتخابي طموح وواعي، وعندما شكل الأخ عبد الإله مكيران حكومة بقيادة العدالة والتنمية كان هذا البرنامج الانتخابي للحزب هو الأساس في إعداد البرنامج الحكومي. فبالتالي نعتبر أن هذا البرنامج الحكومي هو جزء لا يتجزأ من مبادئنا ومن أهدافنا داخل الحزب وداخل هذا التحالف الحكومي. فنحن على العهد دائما، كما كنا نطمح إلى الإصلاح ولمحاربة الفساد، جعلنا شعار هذه الحملة على العهد ضد الفساد والاستبداد، طبعا مع الإصلاح، مع إصلاح الأوضاع ديال المجتمع، مع حل الإشكالات الكبرى من موقع جديد اللي هو موقع المسؤولية الذي لن يغيرنا إن شاء الله، ولن نثق كاملة في هذه الحكومة التي فقلت لنا الثقة الكاملة إن شاء الله في هذه الحكومة التي يرأسها العدالة والتنمية والتي يشارك فيها بحقائب وازنة، لنا كامل الثقة فيها من أجل الدفع بالبلد إلى الأمام، من أجل إصلاح الأوضاع، من أجل حل الإشكالات الكبرى التي عانى منها البلد لمدة 40 أو 50 سنة، من أجل محاربة الفساد، من أجل القطع مع منطق الإفلاس من العقاب، من أجل وقف نزيف الاقتصاد الوطني والمالية العمومية. فكما قلت لن أطيل عليكم، أنا متشوق معكم للاستماع إلى مداخلات الدكتور محمد نجيب بوليف. مرة أخرى أشكره على حضوره لمؤازرة لائحة المصباح وللتواصل المباشر مع المواطنين، كما قلت هذه قوة للعدالة والتنمية، وهذه تجربة فريدة في العمل السياسي. لأول مرة حزب يأتي مسؤولوه الوطنيون مسؤولوه على مستوى جميع المسؤوليات السياسية، خاصة أن المسؤولية الحكومية هي مسؤولية سياسية وليست إدارية فقط، فيأتون إلى المجتمع، يأتون إلى الشعب فيناقشون معه مباشرة، ورئيس الحكومة بنفسه كأمين عام لحزب العدالة والتنمية سيأتي يوم الأحد القادم كذلك ليتواصل مباشرة مع الشعب. نحن نفتخر بإخواننا، نفتخر ونعتز بهم في مسؤولياتهم السياسية السامية داخل الدولة. نشكره على حضوره، كما نشكركم على تفاعلكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بالروح يا حبيب ويلي كسرت الحديد، وسجل اسمك في تاريخ العدالة والتنمية، وسجل اسمك في تاريخ العدالة والتنمية. إخوة الكرام، إذن نستمر في لقائنا هذا التواصلي، ومرة أخرى باسمكم جميعا نشكر أخنا الدكتور عبد اللطيف الروحو
وننتقل إلى أخينا الدكتور محمد نجيب بويف الذي هو غني عن أي تعريف، فعرفناه أستاذا جامعيا متابرا، وعرفناه برلمانيا، وعرفناه الآن وزيرا يتحمل مسؤولية من أعظم المسؤوليات، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سينتهينا الأيام القادمة ماذا هو يخبئه لنا إن شاء الله من إنجازات واعدة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولنا الثقة الكاملة في حزب العدالة والتنمية، ولنا الثقة الكاملة فيكم جميعا لأنكم مناضلون من مناضلي حزب العدالة والتنمية، وإن شاء الله على نهج التغيير إلى أن يتحقق الإصلاح كاملا. والكلمة لأخينا الدكتور محمد نجيب بوليف فليتفضل، جزاه الله خيرا. الوطن أمانة والفساد خيانة، الوطن أمانة والفساد خيانة، الوطن أمانة والفساد خيانة، وها هي ها هي وها هي ها هي العدالة والتنمية، العدالة والتنمية، وها هي ها هي وها هي العدالة والتنمية، العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها السادة الأفاضل، أيها السيدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إنه لفخر وشوق أن أتواجد بين ظهراني إخواننا وأخواتنا في هذه الجماعة المجاهدة التي يا طالما انتظرنا أن يفتح الله على العدالة والتنمية فيها بفتح كبير وعظيم. الحمد لله، لما أنظر إلى هذه الوجوه النيرة الكريمة أتصور أن الحمد لله رب العالمين الشعب المغربي قد وعى حق الوعي وقد اختار حق الاختيار، ونعم الاختيار الذي اختاره الشعب المغربي. هذا الاختيار الآن يتجسد في محاربة الفساد، ضد الفساد، ضد الإفساد، ضد المفسدين، مع الصلاح ومع الإصلاح ومع المصلحين. هذه تجربة في مغربنا الحبيب، وهذه التجربة نحن نفتخر بها، نفتخر بأن العدالة والتنمية في المغرب يقود تجربة نوعية. إخوتنا وأخواتنا في مجموعة من الدول العربية والإسلامية، أولئك الذين ثاروا، أولئك الذين أزالوا رؤساء، أولئك الذين خلعوا رؤساء، ترون أن غالبيتهم وللأسف الشديد لا زالوا بعد سنة ونصف لا زالوا يعانون الأمرين. إخوتنا في تونس، وخا كاين حركة النهضة الآن ولا حزب النهضة، لا زالت تونس ديال هذا الشهر 2012 تعاني، ولا زال الشعب التونسي لم يخرج من عنق الزجاجة. وقس على ذلك الشعوب الأخرى التي انتفضت ضد رؤسائها. لكننا نحن في المغرب الحمد لله رب العالمين بفضل وعي الشعب المغربي استطعنا أن نقوم بتجربة رائدة وواعدة، وهي الانتقال السلمي والتداول السلمي على الحكم وعلى الحقوق، حتى أنه الإخوان دبد العالم بأسره تيجيوا عندنا في المغرب تيبغيوا يستافدوا من التجربة المغربية، ولا أقول فقط العرب والمسلمين، حتى الدول الصديقة والشقيقة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. الآن في كل زيارة نخرجها وهادشي الناس اللي تيسولونا شنو تتعملوا، خصنا نوعاو كاملين على أنه هادشي اللي عملنا بعدا وحافظنا على الاستقرار ديال البلاد واستطعنا نبلغوا ولاد الشعب باش يشبروا السلطة ويوصلوا للحكومة،
راه هذا انجاز كبير خصنا الحمد لله عز وجل عليه، ونبرهنوا للشعب المغربي على اننا بالحمد لله في هذا المستوى ديال هذا التحدي اللي رفعوا الشعب المغربي. قلت الاخرون حتى الاجانب غير العرب وغير المسلمين تراهم الان تيبحثوا ما سر نجاح الانتقال الديمقراطي في المغرب. الان كاين واحد المجموعه ديال الافواه، واحد المجموعه ديال الابواق الان، وخلال هذه 9 شهور تقريبا، بينما اكثر من 50 سنة وهي تتقلد مقاليد الحكومه ومقاليد التسيير، وكان عندها كل شيء في يدها، اليوم عاد بدات تتهضر وتتقول ودي العداله والتنميه في 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور ما دارت والو. ايوا سيدي قولوا لنا شنو درتوا نتوما؟ هذه 50 عام، هذه 40 عام، هذه 30 عام، وعاد جيو تسولونا حنايا وقولوا لنا شنو عملتوا في هذه 10 سنين. هما نساو داك الشيء، نساو داك الشيء وبداو تيحاسبونا دابا على الصغيره والكبيره. وواحد العدد كبير منهم الان من هاد المشوشين تيقول لك انتوما اللي جبتوا، غير جيتوا انتوما الازمه جات للبلاد. سبحان الله، هاد الازمه كانت واقفه تتسنى فينا، غير جينا حنا للحكومه وهي تجي، وهي انتوما اللي كنتو في الحكومه. الازمات خصها 3 سنين 4 سنين 5 سنين حتى توصل. فاذا قلتوا عندنا ازمه فماشي العدالة والتنمية هي اللي جابتها، بمعنى انتوما اللي جبتوا البلاد خلال هاد 3 سنين 4 سنين 5 سنين باش وصلنا حنا لهاد الازمة. وبالتالي العدالة والتنمية جات لكي تدبر الازمة اللي خلوها الاخرين. وهذا ايضا معطل مهم، انهم تتلقانا بعض الشباب وبعض المتعاطفين وبعض العاملين معنا تتلقاهم تاهما مزيرين مساكن، ويه واحد 9 شهور عملتونا والمواطنين وزدتونا في المازوط، انا نحاول نرجع لهادشي كله، وعملتونا هذه المسألة ديال الأمان والاستقرار، خاصكم تقراوها مزيان، تصوروا أنه بلادكم في هذا اليوم عوض ما نكونوا نديروا حملة انتخابية ديمقراطية للمغربي عنده الحق يقول فيها اللي بغى، صوروا على اننا كنا في شي حال ثانيه لا قدر الله. واش كان شي واحد داك الساعه يفكر وزدنا درهم ولا جوج؟ واش غيفكر واش ولده خدام ولا عنده عاطل ولا يمشي يحتج امام البرلمان؟ واش كانت الناس غتفكر في الزياده ديال الاجور؟ فين كنا غنفكروا كاملين لا قدر الله؟ كنا غنفكروا في امور اخرى وكبيره. وبالتالي حنا الحمد لله الانجاز اللي تنحمد الله عليه ونحن نحمده في السراء والضراء، هو انه البلاد ديالنا مشات في الامان، مشات في الاستقرار، مشات في الثقه، وهذا الشيء الايجابي الاول اللي من يسولنا شي واحد يقول لنا شنو، ونقول له هذا الانجاز الاول، لانه عرفتوا انه فين كتمشى البلاد ديالنا، عرفتوا منذ 2009 ومجيء الحزب الاغلبي وداك الشيء اللي كان بدا واللي غادي والتليفونات اللي تتسير الرؤساء والمسؤولين الكبار، وكنا ماشيين في طريق لا قدر الله كانت غدينا للهاويه. الحمد لله بفضل المغاربه والثقه ديالهم وايضا التبصر ديال المغاربه جميعا قاده وشعبا، الحمد لله استطعنا نخرج. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، هل تظنون ان التغيير سهل؟ واش تصوروا على انه العداله جات مع 3 الاحزاب الاخرى الصادقه التي تكون معنا التحالف، غير جينا عندنا عصا سليمان داكشي ديال 40 و50 عام غادي نعملوها، غادي نقلبوا الصفحه، كانت الصفحه فيها 10% البياض غادي نردوا حنا فيها 90. واش نتوما دابا بيني وبينكم تتصوروا هادشي يمكن يديروا شي واحد في البلاد؟ خصنا نعرفوا بانه بالفعل الإصلاح ديال البلاد راه أولا خاصو التدرج، ثانيا خاصو الاستمرارية، وثالثا خاصو الصبر. تا
التدرج، لان سنه الله في الكون وفي الحياه هي التدرج. ما كاين حتى شي حاجه اللي تجي وتنزل. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى يدعو الله 13 سنه ومن بعد زاد 10 20 عام باش كمل 23. واش الله عز وجل ما كانش ممكن ينزل النبي ديالو ويضرب بالعصا ويرجع كل شيء مسلم؟ داك قريش كلهم يسلموا في نهار واحد؟ واش هادشي كان على الله عزيز؟ ما كان عزيز على الله. ولكن الله عز وجل من تيدير شي حاجه تيبغي يكلمنا حنا. فاذا حنا كمغاربه بالفعل خصنا نعرفوا انه الاصلاح في المغرب غيكون بالتدرج، وهذا في المصلحه ديالنا كاملين. كاين شي شباب اللي الحمد لله عطاهم الله الحماس، لا سيدي زولوا العدو كلاونا وهذه وعطيونا حنا. لا ماشي هكا تكون، خصنا نمشيو شويه بشويه. هما يعطيو 10 وحنا نسامحو في 10 ومن بعد نجوزو 20، عاود هما يعطيو 20 وحنا ماشيين، لانه البلاد ديالنا خاصها تبقى مستقره. حنا ما بغيناش الفتنه، لان السي بن كيران الاخ الامين العام تيجي وتيقول عفى الله عما سلف، ويبقى المغرب كله هاد المشوشين تيقول لك صافي العداله ما بقى فيها ما يدار. جاو قالوا عفى الله عما سلف، حنا كنا تنتسناو. شنو كنتو تنتسناو؟ غاتجي العداله وتعمل السيف على الرقاب، انت درتي سرقتي زيد ضرب، انت عملتي هذه وديتي ضرب. لا، ما هكذا كان الاصلاح. ياك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبه وفيها وفيها الاوتار والاصنام وهي جاثمه، وجاءوا الصحابه تما محمسين بحال شي شباب الحمد لله عندنا، لا غير انطحنوا داك الشيء. لولا عهد قومك، بدينا تنتلفوا هذا الشيء ديالنا، لولا حديث عهد قومك بالجاهليه. وهذا امر مهم، لانه الانسان مازال عنده رصيد، خاصك تمشي معاه بشويه بشويه باش يكون التغيير، وهذا هو التغيير الذي سيؤدي ثماره. لانه التغيير اللي يجي من خلال الانقلابات، وان كانت انقلابات سياسيه لا يؤدي الثمار ديالو. واخا يجي انقلاب سياسي بالمفهوم السياسي راه ما عندوش نفس. حنا بغينا المغاربه يفهموا على انه بالفعل حنا غادي نقوموا باصلاح اللي هو عنده النفس الطويل وما غاديش نزربوا. وهذا شنو تيتطلب؟ تيتطلب بالفعل من بعد التدرج والاستمراريه تيتطلب الصبر. وهذا الصبر شنو فيه؟ في انه واحد المجموعه ديال المتعاطفين مع الحزب يمكن يتضرروا، واحد المجموعه من الاجراءات اللي يمكن تاخذها الحكومه. جزء كبير من الشعب اللي صوت على العداله والتنميه تيجي يقول لك وي حنا صوتنا عليكم، ولكن ماشي باش تزيدوا لنا في ليسانس والمازوت. واحد المجموعه تيجي تقول لك حنا صوتنا عليكم باش تخدموا لنا ولادنا. كل واحد شنو هي الرغبات ديالو، شنو هي المطالب ديالو. الثوره الربيع العربي عطى نفس جديد للثوره وعطى نفس جديد للمطالب، حتى اللي عمره ما كان تيقدر يهضر ولا الان تيخرج وحتى هو يهضر ويعبر ويقول اللي بغى. هذا النفس الجديد هو مطلب اللي يتطور خلال، وبالتالي بالفعل خاصنا نتعلموا نصبروا على التغيير. وهذا الشيء علاش واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي تتخذها الحكومه الان هي اجراءات اللي غتكون صعيبه الوقع ديالها على المواطن. علاش؟ لان احنا ما جيناش باش نصلحوا الحاجه ديال دابا ونخسروا المغرب ديال هادي عامين ولا ديال هادي 10 سنين. احنا الان جينا من حيث المنهجيه، وارجو ان هذا هو العمق ديال العداله والتنميه الان. جينا باش نغيروا المنهج ديال التعامل في المجتمع. الا غيرتي المنهج ديال التعامل النتائج غادي تجي بوحدها. الا غيرتي المنهج ديال التعامل النتائج كن اكيد انها غادي تجي بوحدها وغتكون ايجابيه. اما الا حاولنا نغيروا الاشياء باكراه وبسرعه يمكن الواحد يمشي معك مكره ولكن البال ديالو باغي ينقلب عليك من بعد. وهذا هو الاشكال اللي هو كبير. هل كان بالامكان بالفعل انك تجي وتقول ان الوظيف
بالنسبة للشباب لا يمكن أبدا أنه يكون غير مباشر. ونجي ونصرح رسميا لأنه التوظيف سيصبح توظيفا بالمباريات، المغاربة كاملين سواسية أمام القانون. أترى المنهج في التعاطي، ما يبقاش شي واحد يقول صافي أنا غير نجيب الدبلوم الوالد والوالدة وعندي وعمي وعمتي أنتصل بهم وغادي يدخلوني من الليل. دابا ولاو المغاربة كاملين بحال بحال، هادشي بالفعل ضرب لما نضر لهذوك مساكن اللي هذه عامين وثلاث سنين وما يغوتوا ويعملوا ويناضلوا ويجيو امام البرلمان، ولكن ماشي هذه هي الطريقه اللي غادي، ماشي غادي الا خدمت هذوك في الحين بطريقه غير مباشره غادي نحل المشكل. لانه الا دخلت هذوك ال 2000 ولا 3000 ولا 10000 شنو غادي يحصل؟ انتم عارفين شنو غادي يحصل؟ غير غنخدمهم غيجيو اخرين وغيولي حق هذا. علاش؟ لأنك خدمتي 10000، علاش انا غير وقفت فيا انا؟ خدمتي هذوك حتى انا خصك تخدمني الا شبرت الديبلوم. وبالتالي هذا المنهج في التغيير حنا هو اللي بغينا نغرسو. تتعرفوا الان بعد 5 شهور ولا 6 شهور من اتخاذ القرار الحمد لله المغاربه وعاو وقالوا اللهم كاملين ندخلوا في السيرفيس بحال بحال بعضياتنا وكاملين ندوزوا المباراه، واللي عنده دراع يدوز في المباراه مرحبا به. غادي تقولوا لي تيوقع التخرويد، التخرويد ما غايزولش، ولكن الدور ديالنا حنا شنو هو؟ نحرصوا على الشفافيه ديال المباريات، نحرصوا على اللجان اللي تدير الانتقاء تكون لجان موضوعيه، نحرصوا على ولد الشعب الا كان هو اللي تيستحق هو اللي خصو يمشي. هادشي اللي خصكم دابا تحاسبونا عليه، تحاسبوناش علاش درنا المباراه للجميع وبقينا المغاربه كاملين سواسيه. لا، خصكم تحاسبونا الا وقعت بعض التجاوزات وبعض انتم عارفين داك الدخلات والخرجات ودازوا ناس اللي ما يستحقوش. هنا خاصكم تحاسبوا الحكومه تقولوا لها بالفعل انت ما قمتيش بالواجب. الامر الثاني اللي من حيث المنهج نعطيكم غير افكار على الطريقه ديالنا باش ملي يسولوكم الناس ويقولوا لكم اودي هادو ما عملوش، قولوا لهم هادو راه من الان يتدرجون في المنهج وعاد غادي تجي الانجازات ان شاء الله رب العالمين. ولن تطول، لن تطول ان شاء الله رب العالمين الانجازات. احنا غنبداو هاد الدخول ان شاء الله السياسي، غتكون مجموعه من المنجزات التي سنعلن عنها خلال هاد 15 يوم ان شاء الله رب العالمين، وسنعلن عن جزء اخر في القانون المالي اللي غيتعرض في العشر ايام الثالثه من شهر ديال اكتوبر. غنعلن مجموعه من المنجزات اللي غنفتتحوا بها الدخول السياسي. الامر الثاني في المنهج والنموذج هو هادشي ديال الاضرابات. الاضرابات اللي كانت اضرابات، تنهضر على الاضرابات العشوائيه، الاضرابات اللي غير اللي رشقت له ينوض ويقرر الاضراب نهار يومين والبلاد غاديه. الجماعات ديالنا اكثر من 3 سنين وحنا فيها الاضرابات يومين في الاسبوع. التعليم ديالنا كم من سنه هادو سلم تسعود سلاو راسهم، سماو راسهم الزنزانه تسعود وتيعملوا الاضراب مرتين حتى في الاسبوع. الناس اللي الدكاتره اللي تيقريو في هادو تيعملوا، المغرب ولا كله اضرابات. الجزء منها الكبير ماشي اضرابات منظمه واللي داخلة في إطار نقابات، وإنما هي اجتهادات ديال فئة معينة اللي بدات تسطو على حق المجتمع. والحكومات السابقة ما كانتش عندها الجرأة في المنهج ديال الإصلاح أنها تقول لك الناس أنتم مخطئون. لأن أنت وأنا من تمشي للجماعة، من تمشي للسبيطار، المستشفى، تمشي لواحد الإدارة اللي يمكن تكون المحكمة مع كتاب الضبط اللي حتى هما داروا، وما تلقاش داك الموظف اللي يخدم، شكون اللي تيضيع؟ المواطن، المواطن من تيضيع هو غادي تجي الحكومة ديالو وتسكت، ما يمكنش تسكت. وصلنا لمستوى أنه مجموعة من الرجال والنساء داك اليومين دخلوها في يومين ديال الأسبوع ديالهم ديال العطلة العادية. من تتسولوا تقول له أنت نهار الخميس شنو عندك؟ كيقول لك الخميس والجمعة والسبت والحد انا عندي هي هذيك ايام الويكاند ديالي. ولات عنده رسمية. البلاد تضيع. البلاد كبلاد. لأنه ما كاينش الخدمة خلال ذاك اليومين. وأيضا المواطن تضيع لأنه ما تنوجدوش الأوراق ديالو. وبقينا ساكتين على هادشي. علاش؟ حتى جات الحكومة الحالية وأعلنت أنه أي إضرار غير مبرر ومني ما تيكونش تحت ظل نقابة ومعلن عنه سيتم الاحتقار. ما خدمتيش النهار علاش غادي تخلص؟ لا
ذاك النهار ديالك غتدي الدوله لان انت ضيعتي الدوله والدوله باش تعطي للمواطن. الان خرج قانون اللي نوع من المفروض انه التطبيق ديالو بدا من فاتح ماي، لكن الاجراءات دابا ديال الادارات تتاخر في الجر الى اخره. المفروض ان هؤلاء الذين يضربون بدون سبب ولا سند ولا حمايه نقابيه وانما غير عفويا سيتم الاقتطاع. وهذه ماشي سهله. ناضوا احزاب اللي هما معانا تيقولوا لنا ودي هذه راه صعيبه الا عملناها، النقابه ديالنا غيدوروا فينا، هاد الناس اللي تيعملوا الاضراب ما يعجبهمش الحال الى اخره. ولكن المبدا ديالنا اللي تنقولوه هو انه خصنا نصلحوا المنهج الذي عوج، وقمنا بهذا الاجراء بحال هذا. كانوا مجموعه من الشباب في المنهج ايضا، الى لاحظتوا في الفتره الاخيره ديال الحكومه السالفه وخلال السنه بداو تيدخلوا شباب للادارات العموميه وتيحتلوها، تيحتلوا الادارات. علاش؟ تيقول لك اسيدي انا غادي نحتج، وتيدخل ويشد عليه بعض الاداره وبداو تيشدوا على الموظفين. شي تيمشي للسطح ديال الاداره، شي تيجيب ليسانس والمازوت تيشعلوا في راس الاداره، فاصبحت الاداره مرتهنه لواحد المجموعه ديال الشباب اللي بغاو يعبروا بهذه الطريقه. فجاءت الحكومه الحاليه وكانت صارمه، واخا هادشي تنخلصوه بالشعبيه ديالنا، ولكن الصرامه قلنا ودي ما يمكن حتى شي واحد يحتاجز موظف ولا يحتل مقر عمومي، ما يمكن حتى شي واحد يحتل مقر عمومي. مقر عمومي عنده الحرمه ديالو، الدوله ستحمي والحكومه ستحمي. فهادو نماذج اللي نبغيكم تفهموها وتوعوها قبل ما نهضروا وزدتونا في الاجر، زدتونا في الاجره 2%، واش طلعتوا الاسعار، لان هذه نتيجه ديال هذا الشيء اللي حنا خصنا نبنيو قبل ما نبداو نهضروا على واش عملنا التريات ولا القبس قبصنا. دابا حنا تنبنيو الدار الاساس، هذا الشيء لو وعيتوه مزيان وعاونتونا فيه هذا هو الربح اللي غيكسب المغرب. ديك الساعة مشينا حنا، جات حكومة أخرى جبرت هادشي مسطر، ديك الساعة كل حكومة غتستطاع تمشي. إلا خلينا هادشي مخربق بحال اللي كان راه جات العدالة ولا ماشي العدالة عمرنا لا تسقدنا. وبالتالي هذا هو اللي مهم واللي خصكم تركزوا عليه، وعلى ديك الشيء تنقول أن الوعي ديال الشعب المغربي هو أنه بالفعل كان في المستوى ديال التحدي، ووعى بأنه التغييرات راه لابد ما تخلي الأثر ديالها على المواطن، وأن المواطن خصو يتحمل جزء من التغيير. وهادشي تنقولو حتى للشركات، حنا تنتفاوضوا مع الشركات الكبيره، لان تيجيو تيقولوا لنا ايه زدتوا علينا درهم، ولكن هذوك الكبار ما عملتوا لهم والو. غير صحيح، حتى الكبار تنتفاوضوا معاهم صباح مساء، وحتى هما تيتحملوا المسؤوليه ديالهم. وتنجلسوا مع المقاولات الكبيره وتنقولوا لها بصريح العباره، اللهم تربحوا قل من داكشي اللي كنتو تربحوه قبل، ولكن يكون عندكم الامن الاجتماعي ويكون عندنا الامن في البلاد ديالنا، لانه بالامن يمكن تربحوا داك الشويه ولا تربحوا بزاف. اذا ما كانش الامن ما غتربحوا لا شويه ولا بزاف. حتى هما الان واعيين، ومن هذا المنبر تنقول لكم بانه الشركات الكبرى اللي تنجلسوا معها وتنتفاوضوا معها على امور اللي من حقها، هي الان مستعده تتعاون مع البلاد ديالها للمصلحه ديال البلاد ديالها. ونعطيكم غير نموذج، هذا الاسبوع هذا جلست تنتفاوض مع كبريات الشركات الكبيره ديال المازوت وديال الغاز، وجلست مع المطاحن الكبيرة ديال البلاد، وجلست مع الشركة ديال السكر. هادو كلهم اللي عندهم علاقة بهاد المواد اللي تندعموها. وهاد الخطاب اللي تنقول لكم الآن تنقول لهم حتى هما، حنا عندنا شركة بترولية، سمعوا مزيان، تتسال الدولة حوالي 1600 مليار سنتيم. هاد الشركات تتسل الدولة، ولأن 1600 ما يمكنش تجبر 1600 مليار سنتيم، ما يمكنش شي واحد يعطيها لك ولا تجبرها، تيمشيو للأبلاك باش يبداو يبقاو خدامين ما يشدوشي،
الابناك تعطيهم الفلوس وتيتسالوهم تيخلصوا على داك 1600 تيخلصوا 100 مليار سنت الفوائد. علاش؟ لان عندهم متاخرات على الدوله. جلسنا معاهم بكل وطنيه، هادشي خاصو يعرفوا المواطنين بكل وطنيه. وقال لك اسيدي حنا عارفين الضغط العالمي، عارفين الازمه اللي كاينه على برا، وعارفين ان البلاد ديالنا تتجتاز حتى هي واحد المرحله ماشي سهله. اسيدي حنا الا كانت الدوله محتاجه لهاد الفلوس حنا تنأديو الحق ديالنا، احنا صابرين عليكم. بالتالي هاد الكلام خاصكم انتم تعرفوه. ملي تيجي شي واحد يقول لي لا مشيتي عارف الحيط القصير طلعتي عليه وعطيتي داك الدرهم ولا داك جوج دراهم، انا تنقول لكم الشركات الكبرى عندها مليار ديال الدرهم، 100 مليار اللي تتخلصها ديال الفوائد لان الدوله ما عطاتهاش الفلوس ديالها. هذا هو الحق اللي تيعطيو حتى هما باش يساندوا هذا التغيير. هذا هو لابار ديالهم، الحصه ديالهم اللي جاتهم باش يدعموا حتى هما التغيير اللي تنبغيو حنا. وبالتالي البلاد ديالنا الان متضافره من حيث الجهود، كل واحد تيعطي من الاطار ديالو. الان هناك مجموعه من الاجراءات اللي قمنا بها وشرحنا لكم في مرات عديده ان الاجراءات اللي تنقوموا بها وتحسوا بها بعض المرات اللي هي صعيبه على الشعب، صحيح فتنقولوها، ولكن حنا تنوضعوا رهن النظر ديالنا والتفكير ديالنا ماشي العام ديال 2012 ماشي 2013، ولكن تنعملوا على الاقل هاد الخمس سنين البلاد ديالنا خصها تزيد لقدام. في كثير من الاحيان وهادشي تنقولوا في البيداغوجيه ديال التغيير، تضطر واحد ملزوم يضرب ولدو. في البيداغوجيه في كثير من الاحيان بالزمنك تضربو، علاش؟ واش الضرب مزيان؟ تضربو باش تربي وتخرج منه النتيجة. هذه خصو الإنسان يستوعبها. في كثير من الأحيان تتعمل واحد الحاجة اللي يمكن تحس بها فيها ألم وفيها ضرر للشعب ديالك والمجتمع ديالك، ولكن ما تتعملهاش لخاطرك. تتعملها لأن تتشوف أنا اللهم نهز على البلاد 5 مليار ديال الدرهم ويخلصها الشعب ولا اللي تيستعمل السيارة والبلاد ديالي تبقى واقفة، ولا ما نزيدش داك الدرهم ولا جوج كل واحد منا غتجي الحصة ديالو، ولا قدر الله البلاد غتزيد تضعف، يعني إلا ما جبتلاش أنا 500 مليار سنتيم تقدر البلاد ديالي تضعف. فإذا حنا هاد الزيادة اللي تنزيدو مضطرين، الهدف منها هو أنه بالفعل البلاد ديالنا تجاوز المراحل والصعوبات اللي في كثير من الأحيان. ولكن كاين مجموعة من المشوشين اللي تيحضيو لك غير هذا. دابا البارح انا شخصيا وقعت مع الاخ وزير المالية، ربما سمعتوها شوية في التلفازة البارح في الليل واليوم، وانه الدولة غتعطيهم قالوا مليار، هي اقل من مليار معكم صريح، هي 860 مليون درهم، على اي مليار درهم؟ 100 مليار سنتيم غتعطيها الدولة في 3 شهور، اكتوبر نوفمبر دوجنبير. علاش؟ باش الخبز اللي تيشريه المواطن، داك الخبز الاخراني اللي معترف به حنا ديال 200 غرام يبقى في درهم و20، باش الخبز اللي تيشريوها المغاربه كاملين ما تزيدش واخا 5 غرام، واخا ريال بحال تيقولوا الناس ديال الداخل، باش ما تزيد حتى ريال. الدولة رغم الصعوبات اللي عندها غتعطي تقريبا 100 مليار سنتيم باش يحافظوا على الخبز في الثمن ديالو. هادشي ما تيروجوش ويجيبو يقولوا لا الحكومة عندها شي حاجة مزيانة، لا هو تيشوف غير إلا زدتي داك الدراهم بالمازوت تيصبحوك. فهذه من الأمور اللي خصو المواطن يوعاها ويعرفها. راحنا تنقوموا بإجراءات من هذا القبيل باش نحافظوا على المستوى ديال الخبز والامور اخرى كامله. واش تتعرفوا على انه الثمن ديال القمح اليوم باش تنجيبوه مع على برا تنجيبو القنطار دابا تقريبا ب 360 370 درهم باش يدخل على برا، وحنا طالبين من المطاحين ديالنا ما يفوتوش في البيع ديالو 260 حتى 270 درهم من تيخرج من المطحنه للقنطار.
شكون تيخلص ذاك الفرق؟ تقريبا بين 80 حتى 120 على حسب النقد ديال القمل اللي تنضخ. قول ذاك 100 درهم تقريبا ديال متوسط الدوله اللي تتخلص عليه. في كل قنطار تتخلصوا 100 درهم باش الخبز تبقى درهم واحد. في التاريخ ديال اليوم الدوله تتخلص في المازوت، عارفين شحال تتخلص في ليترو المازوت واخا زدنا درهم. الدولة بالنهار ديال اليوم تتخلص 4 دراهم ونص في كل لتر ديال المازوت تستهلكو كاملين اللي تجي عند الطروبيل. وفي كل لتر ديال الليسونس اليوم في التاريخ ديال اليوم تتخلص فيه الدولة درهم و90، على جوج دراهم في كل لتر ديال الليسونس. وبالتاريخ ديال اليوم في كل بوطة تستهلكها الأسرة المغربية تتخلص الدولة 92 درهم في كل بوطة تشريها المواطن اللي تيخلص فيها 40 درهم. المواطن تيخلص 40 درهم والدولة تتخلص 92 درهم، لأن البوطة اليوم في السوق الثمن ديالها الحقيقي هو 132 درهم. بمعنى كل بوطة تنشريو كاملين و تيخلصو حتى أنا تيعاونوني، باش نكونو هو هادشي هذا هو النظام علاش ماشي مزيان. هادشي علاش النظام ديال المقاصة ديالنا ماشي مزيان، لأنه كلشي تيدي منه. وعاد الناس اللي لاباس عليهم تيديو كثر، علاش؟ لان الا كان الفقير عنده بوطه وحده بالدرع باش يخرج راسو معاها، الغني داك الجبر عنده ثلاثه د البوطات باش يطيب وجوج ثلاثه باش الحمام والفرن ما عرف شحال عنده والسخانه يعملها حتى هي بالغاز. هذاك عنده عشرات البوطات، فهذاك يدي 10 في 90 ها هي 900، انت بالصرف تدي ذاك 90 درهم وحده. على داكشي البلاد ديالنا فيها خلل في هذا النظام ديال المقاص، على داكشي الدور ديالنا. وهادشي خصكم تعرفوه، حتى شي حكومه، مع احترام الاخوان اللي معنا في الاحزاب الاخرى اللي هي معنا في الحكومه، حتى شي حكومه ما كانت عندها الجرأه انها تقول غادي دير الاصلاح ديال هذا النظام ديال المقاصه للاغنياء تيديو فيه اكثر من الفقراء. والشجاعه الكامله ديال هذه الحكومه انه غادي دير هذا الاصلاح ان شاء الله رب العالمين. غنديروا هذا الاصلاح باش الدعم اللي تتعطيه الدوله يمشي فقط للي تيحتاجو، ما يمشيش للناس اللي ما تيحتاجوش، باش ديك الساعه تبقى تقدرنا غير 20 و 30 مليار درهم فقط. ما نبقاوش نخلصوا 50 مليار درهم والناس ما تيستافدوش كامل. احنا الان نقرر اننا غادي ندخلوا في اصلاح ديال المجال الضريبي. كل شيء تيتسنانا في الضريبه، واش غتزيدوا واش غتنقصوا؟ حنا غادي 2013 غتكون سنه ديال الاصلاح ديال الضريبه ككل، باش نديروا ضريبه اكثر عدلا واكثر توازنا بالنسبه للنمو. وهذا ايضا مشروع اللي هو كبير واللي ماشي كل شيء تقدر يعمله. الحكومه ديالنا غادي تعمل على اصلاح النظام ديال التقاعد، وهذا نظام ديال التقاعد حتى هو من الانظمه اللي تدي بزاف ديال الفلوس للبلاد. واللي النظام ديال التقاعد بالنسبه اللي عنده التقاعد فيه اشكالات، انه في 2013 احد الصناديق ديال التقاعد ما يبقاش عنده باش يخلص المتقاعدين. الامر ماشي سهل. وعلاش الحكومات السابقه ما قدرتش تعمل الاصلاح؟ علاش؟ لانه الا كنتي عملتي هذا الاصلاح غادي يكون فيه ضرر، والناس تيحضيو على انه الشعب يصوت عليهم ما باغيينش يجرحوه. علاش؟ لانه تيوضع المصلحه ديال الحزب ديالو الصوت في الانتخابات هو قبل من المصلحه ديال البلاد. وحنا تنقولوها لكم بكل جرأه، غنديروا الاصلاح ديال صندوق التقاعد وغايكون فيه ضرر، غيكون فيه ضرر، لكن خصنا نحفظو خاصة الشباب اللي مازال عنده 25 و 30 عام، على أنه إلا دخل الصندوق وبقى يعطي فيه 25 و 35 عام يجبر ما يدي في التقاعد. بمعنى أنه غتجي فئة اللي غادي تخلص على فئة. هادي 20 عام كانوا عندنا 6 ديال الناس تيخدمو و تيخرج واحد للتقاعد، بمعنى 6 خدامين على واحد. في 2012
عندنا 2.4 خدامين على واحد. شوف شحال وصلنا، 2.4 خدامين على شحال جهد ما يعطيو هاد 2.4 ديال الناس باش يدي واحد التقاعد. وبالتالي هاد النظام خاصو يتصلح. حنا عندنا الجرأة ان شاء الله رب العالمين اننا غادي ننزلو هاد الاصلاح ان شاء الله حتى هو، على اساس انه دابا تعطيكم غير امثله. دابا الناس اللي تيقولوا هادو شنو عملوا، دابا عطيتكم الامور اللي عندها علاقه بالمنهج ديال التغيير، وعطيتكم بعض النماذج اللي هي نماذج كبيره في الكيفيه ديال التغيير اللي ممكن انها تؤدي الايجابيه ديالها. وكاين امور اللي هي تتشوفوها وايضا تيشوشوا علينا بها البعض. من تيجي واحد الوزير ديال التربيه الوطنيه وتيقول عندنا اشكال في القطاع الخصوصي، وهذا الاشكال هو انه الاساتذه اللي في التعليم، وانا عارف واحد المجموعه ديال الاساتذه راهم في التعليم العمومي وايضا في التعليم الخصوصي، ولكن جزء من الاساتذه في التعليم العمومي ما تيقوموش بالواجب ديالهم، ولا عوض ما القانون عطيهم 10 ديال السوايع وما تيعملوا 20 ساعه، وتيمشيو للقطاع الخاص وتيشبروا الفلوس وتيخدموا بالليل ولا في النهار على حساب القطاع العمومي. فالحكومه الحاليه قررت، يعني نقدر نتفق معكم، جينا وزربنا في الدخله وكان ممكن نخليو عام عامين الى اخره، هادشي غادي يكون ان شاء الله ماشي مشكل، ولكن القطاع الخاص عندنا حنا شباب مجازين، عندنا شباب عندهم الماسترات، هادو خاصهم يتكونوا وهما اللي يمشيو للقطاع الخاص، وابناء القطاع العام يقوموا بالواجب ديالهم في القطاع العام ويخدموا في القطاع الخاص وفق داكشي اللي تعطيهم القانون. كل اسبوع عندهم واحد العدد ديال الساعات اللي خصهم يعملوها. علاش؟ اولا غادي نرجعوا للقطاع العمومي المصداقيه، لان علاش نقولوا المدرسه المغربيه ما تتخرجش؟ لان الناس اللي مزيانين فيها الاغلبيه عندهم المقدورات مشاو تيقريو في بلايص اخرين. اذا هادو غادي يرجعوا، وشنو النتيجه الثانيه؟ غادي نخدموا 30,000 شاب مغربي جديد. حنا اللي تينزلوا للبرلمان دابا اللي موقعين داك هذاك ديال الفاتح يوليوز ما تيفوتوش 4800، والمجموع كاملين ما تيفوتوش 22,000 الناس اللي تينزلوا كلهم من الباب. غير الا درنا هذا الاصلاح بهذا القرار غادي نخدموا 30,000 شاب مغربي اللي عنده الدبلوم، وغيكونوا بلادنا كاملين. بمعنى انه في هذه القاعه يمكن يخرجوا من هذ 30,000 واحد 4 ولا 5 اللي غادي يخدموا في هذا المجال. فاذا غادي يستافد المجتمع كله. ومن ناض الوزير ديال الصحة وقال أنه الناس اللي في القطاع العمومي حتى هما ما خاصهمش يبقاو يخليو القطاع العمومي ديال الصحة، ملي تمشي لمحمد الخامس تتسول على الطبيب فين هو؟ يعطيو تيقدر يقول لك فين هو؟ ما نعرف فين هو. علاش؟ لأنه هو جا ودوز من الطبلية تما وشاف فيها كاين شي ورطة وكلم ذاك الممرضة قال لها والله صافي عطينا أنا. فهو تيجي العملية واحدة ب7,000 واحدة ب10,000 واحدة ب30,000. هادشي حتى هو الحكومة راه فيه هذا الموضوع تمام الوضوح. القطاع العمومي الناس ديالو خاصهم يبقاو فيه، والقطاع الاخر خاصو يبقى الناس ديالو، وباش نتعاونوا اياه، ولكن ماشي على حساب القطاع العمومي. القطاع العمومي اللي معمول لولاد الشعب خاصو ترجع له المصداقيه ديالو باش يبدا الشعب يثيق في المؤسسات العموميه ديالها، وهذه هي الطريقه الوحيده اللي هادشي ما يعجبش كثير من الناس. واحد دابا الطبيب تيضرب لك 40-50,000 درهم في الاسبوع في القطاع الخاص، وتردو انت للقطاع العمومي تقول له رجع اسيدي لا انا نعطيو لك 12,000 ديالك في الشهر ولا 13,000 درهم، تيقول له واش نتوما هذاك الشيء. ملي تمشي دابا لفيكي وتمشي للاقاليم النائيه ما تجبرش الطبيب، تروح ما تيبغي يمشي علاش؟ لانه خاصو طنجه الدار البيضاء الرباط، لان تما تيضرب جوج سوايع في العمومي تيمشي يكمل في الكلينيكا. تما الا مشى لفيكي شمن كلينيكا كفايه باش يخدم؟ تيبغي يمشي لك حتى واحد تقول له ودي راجلك تعيين فيكي، تيجلس لك يعمل لك شهر المرضي الشهر الاول الشهر الثاني ويبدا يتصل الى عنده شكون يدخلو ويتدخلو عاود في الرباط ولا شي حاجه. فاذا هذه بغيت نعطيكم النماذج ديال الاصلاح اللي غادي نشوف فيها ان شاء الله، باش نبين لكم على انه ان شاء الله رب العالمين الامور ستاخذ طريقها. لكن لا
لكن الفساد لا زال موجودا، الاستبداد لا زال موجودا، والحكومة لكي تنجح في محاربة الفساد والاستبداد خاص يكون مراها خاص الشعب يدعم الآلية ديال تنفيذ إسقاط الفساد والإفساد اللي هي تدبير الحكومة. خاص الشعب بالفعل يعبر على النضج ديالو ويعرف أننا تنمروا بمرحلة صعبة. الناس كتار ما باغيينش الفساد يزول من البلاد، عندهم مصالح الفساد يبقى لأنهم فيه، فالجو ديال الفساد هما تينتعشوا. لكن الشعب اللي صوت في 25 نوفمبر وبغى التغيير وصوت ضد الفساد والإفساد خصو يبقى دائما مصر، ما خصوش ينهزز. وهذا أمر الله يجازيكم بخير. بديت تسمع شي واحد يقول لي وهادو 9 شهور ما عملوا لنا والو، سيدي كاملين فحال فحال. هاد الهضره هادي هي اللي هلكت السابقين. انا قلت لكم الاصلاح راه ما غايجيش في 9 شهور، ما غايجيش في العام الاول، هو راه عنده نفس. ولكن ما نبغيوش على انه الشعب ينهزم نفسيا. اذا شفتوا احد الوزراء ديالكم ما بقاش على الخط، هاد الناس اللي وصلوا للحكومه صافي تاهما ولاو فاسدين ولاو تاهما قالبين الفيستا ديالهم، ولا ما فين عندكم الحق تقولوا ما بقى في المغرب خير. ولكن هاد الناس اللي الان تيسيروا خاص الشعب يدعمهم ويعاونهم، اولا باش يصبر عليهم حتى يديروا منجزات، وهذا اللي مهم. لان كما قلت لكم المنجزات ان شاء الله ابتداء من الدخول السياسي غنعلنوا على قسط كبير من التدابير اللي غنتاخذوها، ولكن ايضا باش يبقى يقد وحريص، يقد وحريص. لانه اليوم كاين انتخابات، راه حنا في حمله انتخابيه. شكون اللي يدير الحمله اليوم في الشارع وفي البيوت؟ لا خصنا نكونوا صراحة، وكاين شي ناس راهم خدامين في الحمله، فين هما؟ كيفاش يعملوا هذه الحمله؟ ايوا هادشي خصنا شي وحدين راه خدامين في الحملة وغايجيبو الصويتات، علاش وكيفاش؟ وبالتالي راه حنا هما الحماة، نتوما هما الظهر الواقي اللي غادي يحمي التجربة باش تنجح هو الشعب. وحنا مستعدين انه من دوز 4 سنين ودوز 5 سنين نجيو نعطيو الحساب للشعب. درنا له امور مزيانه الله يعاون، ما درنا لهش امور مزيانه يقولنا يلا ديغاج. ولكن اليوم حنا واقفين على الشعب باش يبقى حامي ضد الفساد والإفساد. ما خصوش يخلي الفساد والإفساد، فيما كان الفساد والاستبداد خاصو يعلن عليه، فيما شاف المفسدين خاصو يعلن عليه، فيما شاف المصلحين خدامين واخا ما يكونش نتيجه يصبر عليهم. هذا هو اللي مهم. الا شاف الناس عندهم نيه صالحه وبداو تيحاربوا الفساد يصبر عليهم، ماشي يبدا الحاجه اخرى حنا يصطبروا من النهار الاولي. النهار الاولي يطلقك شنو عملتي ما عملتي لي والو، شنو هذه ما عملتي، يبدا لا، بالفعل خاصنا وقت باش نعملوا منجزات. وهذا الوقت خصكم انتوما بالفعل تساعدونا على انه نشوف الطريق الصحيح. حنا منفتحين ماشي غير البرلمان ديالنا والبرلمان ديالهم، حنا المكاتب ديالنا الان الحكوميه كلها مفتوحه. اللي عنده شي مشكل ياخذ موعد ويتفضل، فنشوفوا المشاكل ديال الناس، ما عندنا حتى شي مشكل. اليوم السيده نجا عندي هذا الاسبوع ودخلته الكاتبه وذكرت معاه، قالت لي الا بغيتي الوزير ما عندوش موعد معاك، ولكن الا بغيتي تسنى بقيتي تسنى. قال لها واش بالفعل الوزير غيتلقاني؟ ما سبحان الله، دابا الله الانسان راه في البلاد ديالو عارف شنو هو، ها تمشي تلقى غير واحد يكون عادي ما يتلقاكش حتى يصمصرك داك الشاوج مع شحال من مره ويصيفطك هو تما هو ما كاينش. المهم هادشي راه بلادنا، حنا تنعرفوا خاطر بلادنا.
الوزير تتجبرو بغيتي تعمل معاه لقاء تعمل ولا الوزير ياكل الطعام ويمشي في الاسواق قبل كانوا تيفتشوا على الوزاره تيقول لك واه الوزاره فين هما ما كاينينش اليوم دابا حنا ولينا تنتحرجوا لان تنجلسوا في الشوارع العموميه وناكلوا في المطاعم عندنا الشعبيين تيجيو ساكن عندنا الناس تيقول لك السي بولي فاش باقي تجلس معنا الله شنو سبب هذاك هو يشفق عليك هو تيشفق عليك يقول لك وغير شو دابا خلينا هذا المطرح حتى سير شوف بيته هذا هو التغيير من بدينا تنعملوا هادشي شنو جاو قالوا شعبوية بحال هذا ما قدرش عليك الواحد يدير تيدي ما قدرش يلعب معاك كابو تيدي يخرج عليك ها يخرج عليك لا سيدي زيد نلعبو معانا في كابو يلعبو في شعبوية ونفضل ما وحنا هادشي ما نسمحوش فيه علاش؟ لان حنا المناصب عندنا الاخوان ديالنا عملونا الشعب عملنا باش نقضيو الغرض للشعب غدا بعدو ما غنبقاش في الحكومه الله يعاونها ما انا ما حاريش على الكرسي تبدا نخون الشعب ولا نخون المبادئ ديالي باش نبقى في داك الكرسي حنا عملتونا وصوتوا علينا باش نصلحوا حنا غادي نعملوا جهدنا غادي تجي انتخابات اللي ما جا طلعتونا ولا ما طلعتوناش اللي مشى بحال روحكم قلت لكم الله يجازيكم بخير وكفى الله المؤمنين والله الخير ومن ما تتحرش على الكرسي تيولي عندك الشيء الاخر كامل بحال تتولي عندك المصلحه هي وهذا الشيء حنا تنقولوه ماشي لان دابا تنعمل الحمله الانتخابيه ما عندها علاقه هذا الشيء اللي خلقنا حنا نقولو وحنا تنقولو لكم وغنبقاو نقولو وإلا تبدلنا إذا تبدلنا العهد عليكم أنكم ما تقوموناش إذا تبدلنا في هذا الشيء وما قومتوناش وما جيتوش نصحتونا يا إما بالكلام ولا بشي حاجة أخرى راه الفلطة فيكم لكن في هذه الفترة لا تنقولوا إحنا الآن في انتخابات جزئية ما كانش خصنا نكونوا فيها علاش طاحت اللائحة ديالنا علاش واش زورنا عطينا الفلوس خدمنا الوسائل ديال الدولة علاش طيحوا لنا اللائحة ديالنا لأن فيها صمع الحمد لله أننا اتهمنا بأننا درنا صمع الحمد لله هذا أنا قلت لهم يطيحوا لي الدائرة قلتلهم الحمد لله دائرة لأن وزعوا الفلوس ولا شراوا الأصوات ولا زوروا ولا استعملوا الوسائل ديال الدولة ولكن طاحت لهم الدائرة لأنه داروا سمعة في التصويرة ماشي مشكلة احنا هنا عاودوا وعطاونا فرصة أننا نتلاقاو بالحباب في حالكم باش عاودوا نتذاكروا وإلا عندكم شي حاجة توصلوها لنا ونحن على العهد وأنتم عاودوا خاصكم تبقاو على العهد مسألة أخيرة باش نختم ونفتحوا الحوار إذا كاين شي إضافة من جهتكم هو الإنسان عاود ما يقولش لا العدالة الحمد لله تجمعوا في هذه القاعة 300 ولا 400 صافي مقاعد يا لام لا راه مهم أنكم تمشيو تديو الناس اللي تتعرفوا يصوتوا علاش؟ لأنه دابا اللي خدام في جوايا آخرين وراه تيقوم بشي أمور باش يصوتوا عليه الناس إلا كانت النسبة ديال التصويت ضعيفة داكشي اللي تفاهم هو معاه غادي يطلعو حنا خصنا طنجاوة يهودو بكثافة باش اللي بغى يطلق يطلق واللي بغى يشري يشري واللي بغى يبيع يبيع المواطن اللي غينزل بكثافة يغطي ان شاء الله على داكشي كامل ان شاء الله رب العالمين على داكشي الجميع مدعو ويجعلها انا نقول لكم كلام وربما هو اللي يخرج اذا كان هادشي عنده اللي تصور ياكاش هو اللي غادي يخرج الا كانت الانتخابات تعاودت لان السمعه طاحت كلكم مسؤولين اليوم باش تجيو تقول لهم اسيدي هاد السمعه حنا بغيناها وصوتنا على موالها وغادي نصوتوا عليهم ان شاء الله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله